فكرة طرح الحبس الاحتياطي أنت بتتكلم في اتجاه واضح كده، يعني من خلال الرصد ومن خلال القراءة بتتكلم في اتجاه واضح متاخد بجدية يا أستاذ عصام. في رغبة وفي إرادة سياسية لدى الدولة في هذه المرحلة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل عام، وفي القلب منه موضوع الحبس الاحتياطي. طيب. كنت قبل الفاصل بقول لأنه ما فيش دولة يا جماعة أو ما فيش مجتمع ما فيهوش جرائم، فلازم يبقى في حبس احتياطي، بس شكله إزاي يرضينا قبل ما يرضي الخارج. كنت حضرتك قطعا واحدا لا توجد دولة في العالم بتطبق نظام قانوني ما فيهاش حبس احتياطي. تمام. احنا بنتكلم في الوقت الراهن كيفية التعامل مع الحبس الاحتياطي. في اتفاق عام على انه كل الجرائم اللي عقوبتها لا تزيد عن 2 سنين يبقى فيها بدائل للحبس الاحتياطي. اللي لا تزيد عن 2 سنين ده معناها انها جرائم خفيفه، شبه اتفاق. ايوه، ومعناها اتفاق. ان اول ما النيابه العامه توجه الاتهام طبقا لنص الماده كذا ويتبين لينا ان العقوبه لا تزيد عن 2 سنين، نستطيع ان احنا نستخدم بدائل الحبس الاحتياطي سواء من النيابه العامه او من قاضي التحقيق او من قاضي الاحقاق، ويحسب من اول يوم بعد قرار. مؤكد انها بتحسب من اول بدائل. في قال ممكن يتمنع من السفر، ممكن منعه من ارتياد اماكن معينه، يعني لو هو كان بيحب السهرات او عمل مشكله في فندق من الفنادق او بتاع، يعني يحظر عليه القاضي ان هو يروح يكتب اسمه على الاماكن العامه مثلا، هو نفسه ولو خالف يتحبس. كويس. يعني الامر مش في فضفاض واسع، لا. نعم. في بدائل، اللي بيخالف البدائل دي هيبقى يعرض نفسه للحبس، لكن كمان احنا نخفف عن الدوله لانه اماكن الاحتجاز مكتظه، فلما ننقل بدائل الحبس الاحتياطي تقلل من اماكن الاحتجاز اللي فيها عدد كبير. تكلفه المحتجز ده تكلفه ماليه كبيره جدا على عاتق الدوله. أيه. انت بتوفريه، كمان بتخليه دايما هو في المجتمع، فبيحتك باهله واصحابه، يشعر بالحرج، تدمجيه في المجتمع، فتضمني انه ما يكررش العقوبه مره اخرى. نقطه اصلاحيه في غايه الاهميه، يعني فكرة انه قرايبه تبقى شايفاه لابس الاسويرة، ممنوع من السفر، اسمه مكتوب، ممنوع يدخل في كذا وكذا وكذا. انا بشوف ان دي فترات تأنيب ضمير ودلالة وعظة لغيره. تعمل سياسة، اشكرك، بتعمل سياسة ردع. ايوه، سياسة الردع للاخرين. لما يشوف واحد انه محظور عليه انه يروح مكان كان بيروح معاهم عشان عمل كذا، كان بيروح يسهر معاهم طول الوقت، مش قادر يروح، او كان بيخرج بره المدينه اللي هو فيها مش قادر، او لو العقوبه اشد مش هيخرج من بيته، او انه هو يشوفه كل يوم وهو رايح القسم عشان يعني يدي تمام. كل ده بيعمل سياسه ردع في المجتمع، وفي نفس الوقت ما يعزلش المتهم عن المجتمع، وفي نفس الوقت اذا طلع براءه يتعوض عن مده الحبس الاحتياطي.